الرهاد عنه. اه سامعني دكتوره سحر، كانت عايزه تسال حضرتك سؤال. اتفضل. احنا طبعا الكهرباء، الكهرباء بتقوم بدور جيد جدا بالفترة الحالية، وده بشهادة كل المواطنين على مستوى الجمهورية. وطبعا في عدد كبير من المحطات النهاردة، محطة سيمنز من أكبر المحطات في العالم، جهدها حوالي 6.5 مليون كيلو وات. يعني احنا بنشهد افتتاح محطات جديدة، محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، محطة كهرباء البرولوس، محطة كهرباء بني سويف، ثلاث محطات من أحدث المحطات ومن أكبر المحطات على مستوى العالم هيتم افتتاحها في الآونة الأخيرة. المشروعات والقروض اللي بتتاخد عشان نعمل مشروعات لتطوير الكهرباء في جمهورية مصر العربية دي مشروعات مهمة جدا وليها جدير يعني الكثير من الشكر على المجهود القائم. ولكن كل اللي احنا بنتكلم فيها دكتور أيمن ومع الوزير ومع لجنة الطاقة ان احنا بنحاول نحمي الطبقة الأكثر فقرا اللي تحت خط الفقر، اللي ما تقدرش تسدد الفاتورة النهاردة، اللي انا أفوجئ ان في دايرتي حوالي 200 فاتورة كهرباء راح لغاية مركز الشرطة عشان بنعمل مطالبة مرة واثنين وثلاثة والناس مش قادرة تدفع المطالبات دي. فاللي احنا بنتكلم عليه في أزمة، في أزمة، في مسؤولية جامدة على وزارة الكهرباء، في مسؤولية واحنا درسناها معاكم وعارفين ان ارتفاع الدولار ده شق. الشق الثاني ان انا بستورد كل المحطات ال 500,000 كيلو وات كلها، انا بستخدم وبستورد المعدات بتاعتها من الخارج، فده بيرتبط بسعر الدولار، بيرتبط بالاسعار. بس الدولار بينخفض دلوقتي؟ بينخفض حاليا، ولكن احنا يعني بنتمنى ان يوصل لغايه 14. دراسات اللي كانت عاملاها وزاره الكهرباء كلها كانت عاملاها على 7.25 دولار، ده عشان كده بنعمل دراسه ثانيه وبنعمل اعاده هيكله، والوزاره نفسها بتعمل حمايه للمستهلك دلوقتي، واحنا كمجلس نواب بنطالب بنقول حمايه الطبقه تحت خط الفقر من المصريين ده واجب قومي على مجلس النواب وعلى وزاره الكهرباء. ودي الدراسه اللي وزاره الكهرباء بتحاول انها تعملها دلوقتي وبتحاول انها تطلع بيها، بحيث ان انا في زياده ولكن انا مش بشيل الدعم. الزياده المطرده اللي شغاله دلوقتي ان هي مجبره عليها وزاره الكهرباء، واحنا عارفين كده كويس كمجلس النواب، ولكن انا لازم اعمل طبقه حاميه، لازم احمي الطبقه بتاعتي كلها، الطبقه اللي تحت خط الفقر والطبقه المتوسطه طبعا. دي تحميه. طب يعني في حلول ليها. بس نشكر الدكتور ايمن. حضرتك معانا يا دكتور؟ مع حضرتك. انا بس انا طبعا بشكر الـ سحر عثمان يعني سحر على كل توجيهاتها، وطبعا ده شيء